بيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف ابن علوي الذي يزور القاهرة لمدة يومين، ومن المنتظر أن يتم بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي سيستقبل اليوم أيضا الرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بقصر الاتحادية، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثتهم.